آمين. اسمعوا موقف عبد الله الدرع أبو محمد مع الملك سلمان. اسمعوا. تفضل أبو محمد. الله يسلمك. الله يطول بعمر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ويحفظ لنا العائلة المالكة والشعب السعودي الكريم. آمين. وعملاء وفضيلة العلماء. هذه يا أخوان حصل لي موقفين حقيقة مع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. حينما كان والدي منوم في مستشفى شميسي قبل 41 عام، وكان يعني مصلح عملية، وعادة أنا أخذ أمي الوالدة وخواتي إذا جينا من المدارس بعد العصر أخذهم نروح نزور الوالد، نقعد عنده للمغرب، وبعد المغرب يجون الزوار الرجال، فإحنا قاعدين من العصر للمغرب، هذا لل يعني زوجات أخواني وخواتي من العصر للمغرب، بعد المغرب يجون الرجال يزورون الوالد، كان في جناح يعني. فكنت أنا واقف مع الوالدة وخواتي عند المصعد أول ما تدخل مستشفى شميسي على اليمين، وأنا معطي ظهري معطي وجهي للمصعد أنتظره ينفتح، والوالدة وخواتي خلفي، أنا واقف ولا أختي تضربني بيدي. التفتت قلت إيش فيك؟ قالت التفت يمينك. التفت يمين ولا طويل العمر سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين واقف وياها مجموعة من الرجال، سلمت عليه وانسحبت. كان يقول اطلع قدام اصعد، قلت طال عمرك تفضل، قال اصعد. فراح ود خواتك اصعد، فرفض جزاه الله خير انه يعني اعتقد يطلع، فقال لي اصعد، فاضطرت عند امره وحنا تحت امره، فصعدت انا وخواتي الى الوالد وزرناه، فكان هذا له وقع السرور كبير جدا على الوالد واخواني وعلى الحضور اللي في عند الاسانسير عند المصعد، يعني الكل حراسه وكذا، لكن يعني هذا الموقف حقيقه ما استطعت انساه الى اليوم ولا زلت اتذكره. لم ينتهي عند هذا الموقف، بعد شهرين نقل الوالد رحمه الله من مستشفى شميسي إلى المستشفى العسكري، وكانت الزيارة كذلك هناك. والله يا أخوان تكرر نفس الموقف، وأنا واقف وجاء خادم الحرمين، المرة هذه انسحبت عادة يعني انسحبت وراء، قال وراك انسحبت، قلت طال عمرك المرة هذه لك، قال وشلون؟ قبل شهرين طال عمرك تكرمت علي أنا والوالدة وخواتي وخليتنا نصعد قبلك، قال واليوم بعد تصعدون قبلي. اي والله، فأصر أنه أنا والوالدة الله يرحمها وخواتي وصعدنا فوق. فهذه المواقف حقيقة يعني مع قادتنا